استاذ محمد، ايش حالك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. انت وين؟ في الصف. زين زين، اقول لك انا ساير المكتب الحين، ابغاك تطرش لي الشباب اللي خبرتك عنه، بس بسرعه علشان مستعجل. الاوائل هي، يلا بسرعه. هيا. المدرسين رشحوا اسماءكم عشان نختار الاحسن منكم، وانتم تعرفون ان نحن نتعاون مع مراكز معروفه في الدوله فيها برامج وانشطه ان شاء الله بتكون مفيده لكم في المستقبل. شلون انت شو اسمك؟ صالح عبد الله. اي صح، صار الثانوي. وانت شو اسمك؟ محمد عبد الله. ان شاء الله اخوان. ثالث ثانوي. نحن اخترنا صالح ومحمد، والبقية إن شاء الله بنشوف موضوعهم ونحاول نتواصل وياكم. تقدرون تتوكلون. حياكم. وكان نختار الحلوين وطنشنا. الله كريم. شباب مشكورين، ما قصرتوا، ما شاء الله عليكم لعيبة، بس تأخر الوقت الحين، لازم أسير أوصلكم البيت. بس في عندي ملاحظة، ترى في نقص في حضور الدروس الدينية، واللي ما يحضر الدروس ترى ما بيلعب كرة. تمام إن شاء الله. من أحوال يلا. قول طمني، كيف الشغل وياك في المدرسة؟ الحمد لله يا ابو صلاح، بدينا خطط الاستقطاب. بس ما وصيك تكون وياهم حبوب، وابدأ معاهم خفيف يعني. وصهم انهم يشاركون مجالس الطلبة مع المدرسة، او بالكشافة او رحلة العمرة مع المدرسة، وخلهم يتلاحقون مراكز التربية والشباب يستقبلونهم هناك. ان شاء الله يا ابو صلاح، لا توصي حريص. الدعوة تبغى شباب مثلكم، شارين الآخرة وبايعين الدنيا، وانتم قدها. انتم صلاح شيخنا، لكم السمع والطاعة. والله العظيم ان الدين مو بهالطريقه. من متى والاستقطاب يبنى على مردان وحلوين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وقدوتكم، ولكنكم ما مشيتوا على نهجه. الاهالي وثقوا فيكم وسلموكم فلذه اكبادهم، وانتم اهدافكم قايمه على طلاسم اخوانيه وعلاقات محرمه باسم الدين ادعيتوا. Thank you.
أقول لك محمد، اليوم لا تنسى في حلقة دينية في بيت أبو أحمد. متى؟ اليوم بعد صلاة المغرب. خلاص أوكي إن شاء الله. زين يلا يلا. يسمعون. بس انتم ما تقولون شيء غلط، كل اللي تفكرون فيه الاصلاح. بس هذويا السلام عليكم شباب. السلام. شو اخباركم؟ الحمد لله. شباب اول شيء بشكرني على الحضور. يمكن بعض منكم مستغرب ليش شليت التليفونات وفتحنا البطاريات. أنا لازم أخبركم شيء مهم في حياتكم، لازم تكون عندنا سرية عشان ما حد يوقف قدامنا ودعوتنا إلى الله تستمر. بس نحن ما نخاف إلا من الله، وأنا أبوي دائما يقول لي لا تخاف إلا من ربك وخلك بعيد عن الشبهات. أنت الصراحة شبه. صح كلامك، بس الحذر والسرية والكتمان مهمة جدا. يا محمد نحن ما عندنا شبهات، وبعد الحلقة بشرح لك أكثر، والحين نستمع للقرآن. نحن هب كفار قريش، تسمعون؟ هب كفار قريش لجل تسوون لقاءاتكم السرية، اللقاءات اللي ظاهرها أناشيد ودروس دينية، وآخر شيء تطعنون في الأجهزة الأمنية. وين أمانتكم لما دمرتوا الصغار؟ سريتكم لأنكم تبغون الحكم الإسلامي اللي ادعيتوه، وانتو أخلاقكم بعيدة عن الحكم الإسلامي. منورين بجهودكم يا أبو صلاح، وتعرف هدف الاستقطاب نريده يزيد، فنباك تكلف الشباب العاملين بتنظيم نشاط كشفي تحت إشرافك، وبعد ما تحددون الموعد كلف العاملين من الشباب في المدارس والمراكز الاجتماعية بترشيح المتفوقين والمتميزين للمشاركة في النشاط، وضروري حضور كل مسؤولي الأسر وتواجدك طبعا يا أبو صلاح. إن شاء الله أبلغ الأخوان في الكشافة أنهم يردون هذا النشاط. عليك نور، نبغى يكون نشاط عام بحيث نقدر نستقطب عناصر زيادة في التنظيم. أكيد هذا هدفنا لخدمة الدعوة والجماعة. هالمكان اللي بيحتضن أفراد التنظيم، وهالمكان بيكون أساس التربية الجهادية والصبر والتحمل. أهم شيء ننجح ونقدر نستقطب أكثر عدد من المستهدفين. أنا أقدر أجيب عدد من طلاب من المدرسة. أيوة، وبجمعة في مركز الخليج يقدر يسحب لنا كم من طالب من عندنا. حتى ربعنا اللي في الكشافة يقدرون يجيبون طلاب. بس زين، باقي الأمور نكملها في السيارة. كيف المخيم؟ الحمد لله الأمور طيبة. كيف الشباب معك؟ ما شاء الله كلهم متحمسين ومتفاعلين وهم موجودين داخل. تفضل بصلاح.
أول شيء حياكم الله يا شباب. في البداية أحب أرحب بالأستاذ وصلاح موجود معانا في المخيم، وإن شاء الله بيعطيكم كلمة طيبة عن المخيم المبارك. وما شاء الله عليكم أنتم من خيرة الشباب اللي موجودين معانا، وما شاء الله عليكم ناس قياديين. والحين الكلمة مع الأستاذ وصلاح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد بهذا اللقاء لما أشوف الشباب واعيين قياديين متحمسين، وأنتوا شعلة من النشاط لخدمة هذا الدين. لازم تكونون حياتكم إيجابيين. إيجابية؟ وين إيجابيتكم مع الناس والمسؤولين؟ وين إيجابيتكم مع الوطن؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. استغليتوا موارد الدولة لصالحكم ولصالح تنظيم الإخوان المتأسلمين. وليش قدستوا الأشخاص على حساب الدين والوطن؟ خلكم إيجابيين واتركوا الغلط اللي أنتوا فيه. شباب الدين بحاجة إلى جهاد، لازم نبذل الغالي والرخيص لأجل نحرر إخواننا الفلسطينيين من الصهاينة. عبيد، استري. لا تنسون موعدنا الأسبوع القادم وبلغني بكل جديد إن شاء الله. استاذ يعطيكم العافية شباب. حلو ريحة البحر يا ابو جمعة. الشغل ياك يا ابو صلاح احلى. هاي دعوتنا، لازم نبديها بارواحنا. ان شاء الله نبذل ونجتهد، وهذه الاظرف فيها الريحة الحلوة بعد. عليك سوالف يا ابو جمعة. مشكور على الجهود اللي بذلتها. العفو، هذا مواجبنا تجاه الدعوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش ما نتعلم من أخطاء غيرنا؟ تنظيم الإخوان شو اللي تبغون توصلون له؟ الدولة وفرت المؤسسات الخيرية لدعم المحتاجين
وانتم بتنظيمكم واتباعكم لطرق غير مشروعة لجمع الأموال، واللي أكدت دعمكم للهيئات الحماسية والمنظمات الخارجية. هل هذا كله تبغون توصلون لنا أن أموالكم في سبيل الخير؟ المال لا سار لدرب مبهم يحمل صاحبه تبعات خطيرة على دينه وبلاده. خلونا نقارن بين بيعتين. البيعة الأولى لحاكم كان سبب في بناء الأرض والمجتمع، لحاكم شفنا منه الخوف من الله وبذل الخير للناس. في الكثير من الأحيان يعطي بخفاء، ومبادراته قائمة على البذل وخدمة البشر. لحاكم ما نشوف قدامنا إلا كتاب مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بغيت أعرف يا شباب، حد عنده مشاكل؟ هل في سلبيات؟ ترى أنا نبغى نقوي التنظيم والجماعة. كل شيء تمام، بس في بعض الشباب مترددين ويخافون، مرة متحمس ومرة يصيبه فتور ويميل للدنيا ويتقاعس عن هاي الدعوة المباركة. إيه هذا الشيء حاصل زين، لكن ذكائك وتعاملك معهم يطيعونك. تذكرني أعطيك سيديات تتكلم عن الولاء والطاعة، وأهم شيء البيع. نعم، لازم هالشباب يبايعون على السمع والطاعة وتصير عندهم مرجعية عشان ما يخافون ولا يترددون في هذه الدعوة. خذها السي دي واسمع عدل. ليش شو فيه؟ فيه كلام عن الإيجابية بيعطيك الاطمئنان والثقة. إن شاء الله سلام، نشوفك على خير. مع السلامة. البيعة واجبة على الجميع، يجب أن تكون لكم مرجعية ترجعون لها، تسمعون وتطيعون لأجل ينتظم العمل. هاي العضو محمد وانا ما بين له هذا ذكي ما قدرنا. أما البيع الثانية، إنسان نكر فضل بلاده، إنسان لو الأحاديث على هواه ولجل التنظيم، إنسان ظاهر دين وباطن سياسة. شيخ حياك الله. يا شيخ بغيت استشيرك في موضوع. تفضل يا شيخ. انا استاذي اعطاني سيدي يتكلم عن البيع، وانا ماشي جماعه وهالجماعه يبوني ابايعهم، فشو تنصحني؟ ما تعرفنا عليك اخويا محمد. حياك الله اخوي محمد. محمد يا ولدي، الجماعات والاحزاب هذه افكار دخيله علينا، دخيله على اسلامنا، بل دخيله على عاداتنا وتقاليدنا. الجماعات والأحزاب مثل الإخوان المسلمين هذه ليس لها أساس في الإسلام. الإسلام إسلام يسر وليس إسلام عسر. إسلامنا إسلام سماح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تنفروا. أما عن البيع والطاعة ولدي يا محمد، فتكون لله سبحانه وتعالى، ثم لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم لولي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالبيعة تكون لولي الأمر،
تكون لرئيس الدولة، ما تكون لهذه الجماعات ولا تكون لهذه الأحزاب، بل لا يجوز مبايعتهم لأنهم ليسوا أولياء أمورنا. أولياء أمورنا هم الذين يستحقون البيعة، وهم الذين نفس السلام أمرنا بهم. يا ولدي يا محمد، نصيحتي لك تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن هذه الجماعة، والله يجزي خير ويحفظك يا محمد. إن شاء الله يا شيخ. الله مشكور. يا حياك. مشكور. مع السلامة. بارك الله فيك. منو فيهم يستحق البيعة؟ الحاكم العادل أو الخاين الغادر؟ معقولة أنا أمشي مع مطاوعة وآخر شيء يطلعون ما يفكرون إلا بالسياسة؟ سحبوني شوي شوي حتى أبغوا يسحبوني لبيعتهم الفاشلة. بس أنا والله ارتحت الكلام مطوع المسيب، البيعة لحاكم الدولة اللي ما بنقصر معانا. أقسم بالله العظيم أني لن أخون ديني وبلادي وولي أمري لأجل تنظيم يدعي الدين، وأقسم بالله العظيم أنني لن أتبع جماعة غير جماعة وطني، وأن أفارق الدنيا وأنا مضحي لديني وبلادي. وأقسم بالله العظيم أن أموت وأنا إماراتي، ولا أرضى أن أموت وأنا خائن. والله على ما أقول شهيد.